تبدأ من 160 جنيها. تعرف على أرخص أجهزة المحمول والتابلت في مبادرة ما يغلاش عليك. ما يغلاش عليك مبادرة أطلقتها الحكومة مؤخرا لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي مع تقديم خصومات تصل إلى 30% لحاملي البطاقات التموينية و20% لجميع المواطنين القائمين في مصر، بهدف التشجيع على استخدام المنتج المحلي في ظل ارتفاع المنتجات المستوردة. وأتاح الموقع الإلكتروني للمبادرة عروضا وخصومات على 13 نوعا من أجهزة المحمول والتابلت، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة. وتستعرض قناة الأموال تي في التقرير التالي أرخص أجهزة المحمول والتابلت المطروحة على موقع مبادرة ما يغلاش عليك. ويشمل النوع الأول موبايل سايكو سينيور بسعر 423 جنيها بدلا من 470 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع الثاني موبايل سايكو انفينيتي بسعر 1590 جنيها بدلا من 1767 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع الثالث موبايل سايكو ميجا 2 ماكس بسعر 1537 جنيها بدلا من 1708 جنيهات بخصم 10%. ويشمل النوع الرابع موبايل سايكو مور 3 بسعر 610 جنيهات بدلا من 678 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع الخامس موبايل سايكو توباز بسعر 1072 جنيها بدلا من 1191 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع السادس موبايل سايكو اكسترا 2 بسعر 225 جنيها بدلا من 250 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع السابع موبايل سايكو ميجا بسعر 1179 جنيها بدلا من 1311 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع الثامن موبايل سايكو ميني 7 بسعر 164 جنيها بدلا من 182 جنيها بخصم 10%. ويشمل النوع التاسع تابلت اكسبريس 3 ماكس بسعر 1254 جنيها بدلا من 1396 جنيها بخصم 10%. وللدخول على الموقع لشراء هذه المنتجات من خلال الموقع المحدد من الحكومة والذي سيتم وضع الرابط الخاص به أسفل الفيديو.